البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم عالم ميار. الفيديو ديال اليوم عبارة عن خمرات بطريقة جديدة بحشوة أكثر من رائعة، بسيطة وغير مكلفة. مخمرات بشكل لشناك، نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو ما بين 300 و 350 غرام تاع الدقيق على حسب النوعية تاع الطحين. نحتاجو 13 غرام من الخميرة المعجونة، كتكون هكا طرية. بالنسبة للبنات اللي عندهم الخميرة العادية فيستعملوا 5 غرام. غادي نحتاجو معلقة كبيرة ديال الزيت النباتية ولا الزيت البلدية، معلقة كبيرة من سنيدة، ونص معلقة صغيرة من الملح، راني نتفتها الدقيق. وغادي نحتاجو 4 تاع الحليب يكون دافي. بالنسبة يعني ليطاب الأولى أو المرحلة الأولى، فكنوضعو الخميرة، كنوضعو لها سنيدة، كنضيفو لها فقط القليل من الحليب. يعني ضروري هاد المرحلة باش تساعدنا أن العجين ديالي يخمر. كنخلطو تنغطيوها، تنخليوها واحد 5 دقايق على ما تفعلنا خميرة وسنيدة. هنا من بعد ما غربلت الدقيق ديالي مزيان مع نصف ملعقة صغيرة من الملح والخميرة ضعف الحجم ديالها جيدا هي وسنيدة، فكنفرغها. هذه المرحلة ديال الاختمار ديال الخميرة فمهمة جدا للمعجنات. بعد كنجمع الحليب الدافي ديالي، الحليب غير يكون حيدا منو البرودة ماشي يعني دافي. هنا من بعد ما جمعت العجين ديالي، كتكون يعني ما مرخوفاش وما قاصحاش بزاف، ما تكونش تلصقنا في اليد. هنا هزات لي ربع الحليب قل واحد جوج معالق كبار. يعني هاد المرحله الاخرى عاد كنضيف الزيت، كنحاول ندخلها في العجين ديالي غير شويه، ولازمنا ما نزلقوها. يمكنكم تستعملوا الزيت الرومية أو الزيت البلدية. العجين ديالنا يكون بهذا القوام، ارطب ومدلوك. فبالنسبه للعمر او الحشو، كنحتاجو كميه من البصلاي يعني على حسب العجين. الا درتو نفس المقادير ديال العجين فغادي تحتاجو 3 ديال البصلات مشلضين كبار. عندي هنا البصلات بيضاء، ضفت لها القليل من الملح والابزار، ضفت لها واحد جوج معالق كبار نتاع زيت الروميه. هنايا عندي 150 غرام من الجبن العادي، واحد المصفار اللي سبق وزلتها معكم هنا في القناه. يمكن لكم تعوضوها تعوضوا يعني باي نوع من الجبن عز عليكم، كجبلي والانواع كثيره. غادي نحتاجو ضامه لبنه بنكهه البقري، فهذا سر من الاسرار ديال ديك النسمه الزوينه اللي كتجي في هذه العماره. وغادي نحتاجو 3 معالق كبار من جبن الموتزاريلا. هنايا عندي الموتزاريلا الحمراء، يمكن لكم تعوضوها باي نوع من الفرماج الاحمر. بالنسبه للطريقه، فكنوضع البصله ديالي، كنوضع معها الملح والابزار
والزيت كنوضع ضمة ديال نكهه البقري. غادي نوضع البصله حتى تشحر مزيان وتنزل. من بعد غادي نضيف لها الجبن والموتزاريلا ونرجع معكم. هنا من بعد ما شحرتنا البصله كيفما شفتوا تبالت ونشفات وهي سخونه كنضيف لها الجبن ونخلطها باش يذوب لنا. فهاد الحشوه غير مكلفه وكتجي لذيذه بزاف. مذاقش الجبن مع هذيك النكهه ديال الكور بنكهه البقري كيجي اكثر من رائع. كنضيفو الموتزاريلا كتعطينا واحد التعليكه. بهكا كتكون الحشو ديالنا يعني واجده. بامكانكم تضيف القليل من الهريسه على حسب الرغبه. العجين ديالي غادي تكون ارتاحت. هذه هي العجين ديالي بعد ما خليتها ارتاحت مزيان لمده تاع ساعه. فكنحاول نعطيها واحد الشكل هكايا يعني طولي شي نوعا ما. وبمساعده المدلك والقليل والدقيق غادي نحاول نطلقها بحال غادي نصايب الشكل واحد الشكل يعني مستطيل. ضعوا على بركه الله. نحاول نجيب فالبنات اللي بغاو باش ما تعذبهمش العجينة طلقناها بسهولة. فمن بعد ما يخرجوا منها الهواء يخليوها ترتاح واحد جوج دقائق وعاد يبداو الطلق ديالها. ما راه ماشي مشكل كيف ما شفتو كتطلق معانا بسهولة ما تطلبش مجهود. هنا من بعد ما طلقت العجينة ديالي بسمك رقيق نوعا ما كنحاول نوزع العمارة. انا اقترحت عليكم هاد العمارة وانتم يمكن لكم يعني تعمروها باي نوع من الحشوات اللي عندكم متوفر او عندكم يعني معتمد. فهذا كيبقى كاقتراح يعني بسيط غير مكلف ومذاق جد رائع. يعني انا هاد نفس العمارة كنديرها في السيجار في لينيم في ورقة البسطيلة كتجي اكثر من رائعة. كنبداو بطريقة عادية كنلو بها عشنيك ما نزيروش يدينا وما نرخفوهاش. ما نزيروش باش نخليو العمارة فين تسيح خصوصا داك الجبن. باش كنوصلو لهاد الجوانب كنحاولو نسرحو العجين غير بسيطة الأصبع هكا باش تشدنا.
فبالنسبة لطريقة تقطع فجيت سهلة، فنقطع بالشكل العادي. بعد القياس يمكننا نقطعهم حتى بالخيط يكون أفضل، كنديرو القياس والعبار اللي بغينا على حسب كل شخص، تقريبا جوج صبعان كما كتلاحظوا، حيت كيعاودوا يعني يزيدوا يخمروا واحد ربع ساعة. رصيتهم في لاطا اللي كتكون من لبسينا بورق الطبخة والورق سلفوريزي، فنحاول نضغط عليهم، نحاول نبعدهم ما نديرهمش يعني مقاربين، كنضغط عليهم غير بالصبعان هكذا. كندهنهم بخليط اصفر البيض وقليل من صوص الصوجا باش تحيد نزف ريض البيض وتعطينا داك اللون المذهب. من بعد غادي نخليهم مدة ربع ساعة حتى تلت ساعة فقط لا غير، غير يرتاحوا شوية وندخلهم للفرن اللي نكون سخنتو من قبل على درجة حرارة منخفضة يعني معتدلة، ما نجهدولهمش نعطيهم وقتهم باش يطيبو على خاطرهم ونرجع معاهم. هذا هو الشكل النهائي نتاع البريوش ديالي او المخمرات على شكل شنيك، بعد ما طابوا وتحمروا مزيان فكيجيو كما كتشوفوا مفشفشين ورطب بزاف وكيجيو معلكين بداك الجبن والبصله. نتمنى البنات تجربوا الوصفه اليوم وتكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا جيم وبارطاج لا فيديو وتابونوا في لاشين الا كنتوا اول مره تزوروها. استودعكم الله.